يا هلا وسهلا فيكم شباب. من الدرج اللي قاعد يدق الجدار؟ من الدرج؟ تكفى، ابيك تخفس عينه وتمص اذنه وتعلقه مع رجوله عبره لمن يعتبر النسخه الجايه للبزنس بسرعه. مشاهديكم يا هلا ومرحبا فيكم، معكم ابراهيم المعيدي مدير شركه عيش الحياة بطبيعتها. استحدثنا شركة جديدة، ما عندنا موظفين، جميع الموظفين في الشركة مدراء إدارات أقسام، نشرحها لهم الآن. ورحبوا بمدير أعمالي والسكرتير الخاص أبو ديغلس. هذا أبو ديغلس، شو اسمه؟ ابو ديغلس. ديغلس سمحت. ابو ديغلس طال عمرك هو اللي جاء، يعني هو اللي يصرف الشيكات للمدراء. الشركه هذه استحدثناها قبل قليل، وبنحطكم واحد فيكم مدير اداره من الادارات اللي بنقولها لكم الان. عندنا مدير اداره مكافحه الحشرات، مدير التغذيه والخضروات، مدير النظافه، مدير القصيد والشعر والثناء والمدح، مدير البارفيول، بارفيوم العطر، في عطر مخيس نقدر نوخر الناس من عندنا، في عطر جاذب سميناه مدير الروائح. مدير ايش؟ الروائح. عندنا ايضا مدير الجدران التشوه البصري، عندنا مدير اداره الكاميرات المراقبه، مراقبه المدراء، وايضا مدير اداره الفن الموديل. وش بعد؟ نعم، والفن، مدير الفن، مدير الفن. فاحنا قلنا مدير مكافحة الحشرات، فاحنا هذه أول شركة في العالم ما فيها موظفين، كلهم مدراء. تحية لكم يا مدراء. المدراء هذولي مشاهدين الكرام في كل مكان، عشان الشركة توصل لمصاف النجاح في وقت قياسي. نسترجع الإدارات، أخوي أبو ديغلس. أبو ديغلس عندنا مدير إدارة مكافحة الحشرات، مدير التغذية، مدير الخضروات، مدير الروائح، مدير المكيفات، مدير النظافة، مدير البلدية، مدير الجدران، مدير الأغنام. عندنا مدير الأغنام. إيه، ونخل بعد. مدير النخل؟ لا، مدير الأغنام موجود معنا ولا؟ مدير للأسف يا طويل العمر. طويل العمر مدير الأغنام. البارح توجهت للشركة. إيه. ما لقيت موجود. قدم استقالة الرجال وراح. ليش؟ يقولون انه يقولون ان كل يوم يفقدون راس من الغنم، واتوقع انه اما انه يزرطه ولا انه يقطه بالارض ولا انه تاكل السلاب، والله ما ادري ايش يصير. اجل عقابا لهذا المدير قبل ما يستقيل، مدير الاغنام، بنطلقه في الشبك ونطلع مكان اغنمه، والمغنمه هي اللي بتصير مديره الاغنام. تحيه للمديره الجديده. تعيش الغنمه. ايه، عندنا هنا نظام يمشي على الجميع، ما في فرق بين الانسان والكائنات الثانيه. دامه يزرط من الغنم وكل يوم يفقدون راس، المدير ذا قبل ما تستقبل الاستقاله نزله في الشبك ورشح اغنمه تصير مديره الاغنام. نعم. سجل اعتماد، سجل البرنامج. وليد يا ولد، اسمعوني شباب، من اللي ماسك مدير اداره خلونا نبدا في مدير اداره مكافحه الحشرات. تفضل معي مدير اداره الحشرات، منصبك الجديد عايب آل زايد. انت رحبوا بالمدير الجديد، مدير عام مكافحه الحشرات. صفق شاب، صفق انت وياه. اهلا وسهلا، اسرح مكانك. نرحب بالمدير الجديد، المنصب الجديد، انت مدير عام مكافحه الحشرات. بس افتح مايكك عشان ما افتح وجهك شارع. اليوم انت مدير مكافحه الحشرات. اسئله بسيطه، بما اني ودي السكرتير يوقف هنا. ابشر. انت لابس وشو الحين؟ وش مزلط ذا؟ هذا السكرتير. لا لا لا. انت مدير مكافحة حشرات. مايك طافي. تقعد ضف وجهك، تشيك على مايك وناخذ مدير ثاني. لان هذا تسجيل. يلا ضف وجهك. استفاد. خليه يفارق. يلا ضف وجهك. شغل مايك وتعال. اعطوني مدير مكافحة الخضروات. مدير التغذية ومدير الخضروات موجود. خضروات. يتفضل معنا محمد عويسي اللي تقلد هذا المنصب مدير الخضروات بس دامه مو موجود. يتفضل معي مدير إدارة الكاميرات فلاح. فلاح
مرحبا بهذا المنصب اخوي فلاح، مدير إدارة الكاميرات والرقابة العامة في الشركة. اهلا ومرحبا فيك. اهلا وسهلا فيك اخوي فلاح، تفضل. انا مو اي مدير، انا مدير متواضع. تفضل على الكرسي. سلم على المدير اول شيء. ايه تسلم على المدير اول شيء، بعد تسلم على السكرتير. لن تصلح عبد الله. يلا. لن تصلح ابو دقله. ابو دقلس، ابو دقلس. نعم ابو دقلس. تفضل عمرك. تفضل عمرك. يا اهلا ومرحبا بك، اول شيء نبارك لك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. وانت مدير الان، مدير ادارة الكاميرات. سؤال اخوي فلاح، مدير ادارة الكاميرات المفروض يراقب تحركات العصابات، المدراء، حتى الحشرة ممكن تراقبها، لأنه هذا تسيب. مو معقولة يسرق من مكتبي 50 ريال وشاحن متنقل، ممكن أعرف وش السبب؟ والله طال عمرك أنا راقبت الكاميرات. أيه؟ يا طويل العمر. أيه؟ فالحاصل في الموضوع أن الكاميرات تصور كل شيء لشركتنا، ظاهرنا تصور الشركة اللي جنبنا. حول. أي فيها إشكالية بسيطة، بس إن شاء الله أني بعمل على إصلاحها. الكاميرات موجهة للشركة اللي جنبنا؟ هي موجهة للشركة اللي جنبنا تقريبا، لأنها ما تصور شركتنا نهائيا. طيب هنا الخلل. وطيب بعد ما وجهتوها للشركة، ليش ما اصطدتوا العصابة اللي سرقت ال50 ريال والشاحن المتنقل؟ برضو حصلنا فيها طال عمرك غبارة وشوي من بقايا المطر، ولاعبين فيها المدراء الثانيين شوي، فيها بعض الأعطال اللي إن شاء الله نتفاداها. هي مغبرة شوي، إن شاء الله نحن ما في أي إجابات مفيدة، وأنت ما تنفع مدير لهذه الشركة. أحب أقول لك بنحطك من مدير الكاميرات إلى مدير الفار. مكانك في الفار تابع لعادات الكاميرا وليس مراقبة الكاميرا، لأنه مو معقولة الكاميرا بعد ما ركبها الكاميرات كلها طلعت تصور الشركة اللي جنبنا. حول الحاصل هذا غبي ذا مدير الصيانة. أحب أقول لك مبروك لك، انتقلت لإدارة الفار وراجع معانا في الشركة. مبروك. وهذا شيك، أحب أقول لك شيك بمبلغ كم نعطيه أبو دقلس؟ 60,000 ريال يمني لأخونا فلاح. مبروك. تقدر تصرفه طال عمرك في بعد ما تكمل معنا. شكرا للمدير. شكرا للمدير. تفضل. طيب أبو دقلس تفضل معي، مدير الخضروات والفواكه. طبعا ابو دقلس، انت عارف يا ابو دقلس عندي انا الحميه الغذائيه دائما. انت مدير اداره التغذيه. السلام عليكم. اهلا وسهلا، حياك الله. ممكن تعرض لي وش الخضروات اللي هذا الاسبوع اللي محضرها لي ابو؟ لا خلها هنا، خلها طويل العمر. تفضل. لا لا ما ابيها، خلها هنا بس لا اكثر. اوكي عطنا بس وش محضرنا اليوم من فواكه وخضروات. تفضل. هذا وشو؟ هذا وشو ذا؟ خس خايس. خس خايس. خس خايس. وجايب لي اياه؟ لا بس عرض لك. تفضل. طبعا انا مدير تغذية. لا انت مدير الخضروات. مدير التغذية. لا ما عندي تغذية. طيب. مدير تغذية. الخضروات. الخضروات وتدخل سريع بعد. تدخل سريع. نعم. اسبوع الاسبوع هذا الاسبوع الغذائي وشو؟ وش ممكن اكل الصبح الظهر العصر؟ مثلا ايه مثلا الصبح. ايه لا هذا في الليل. في الليل لا تاكل الجزر. ليش؟ ليش؟ عشان تشوف عدل. صدقت. ما تضيع في النظر. صح. عرفت؟ اسلم. طيب مثلا انت مدير عندي في قصدي انا مدير عندك في الشركه. انت مدير ايه؟ مدير الخضروات وفاكهتين. مثلا طحت عليه. طحت ولا عندك زبون وطاح عنده فقر دم او ما في دم من الضيوف، وش اسوي؟ اسوي له تدخل سريع. طماطم. نعم. ارفع الدم عنده. في بعضهم ما فيهم دم فنرفع. نعم. طيب في الليل تسال عن في الليل صح؟ في الليل تسال عن في الليل ايش تاكل في الليل؟ وشو؟ خيار. خيار الاكله المفضله لليل. احلى اكله تاكلها في الليل الخيار. حلو. وعلى الفجر حلوه بعد. هذا اسبوع الغذائي. نعم زين. طيب. بغيت طماط. هذا متى؟ هذا تاكله الصبح. الصبح. على الريوق. الريوق. هذا على المغرب عشان تقوي نظرك. اما هذا فجر الساعه 12. انت صراحه انا حطيت الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم. واحب اقول لك
انت كنت مدير الخضروات، راح تصير مدير الخضروات، وثلاث فواكه طارفه، بطيخ وموز وخوخ. مبروك المنصب، وتفضل مع ربع المدراء الجاي. مبروك. الله يبارك وحيالك. الله يبارك. مات 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 مات. حط عندي. الله يعطيك العافيه. مبروك. كمل. شيك. كم نعطيه؟ نص ريال. تفضل نص ريال مع حلاوه مصاص. نص ريال. لان انت مدير. عفوا. ما عندك مشكله. غالي عليك. شكرا. توزيع تعال. تفضل معاي. توزيع طماطم خيار وجزر. مدير ادارة ال مدير إدارة القصيد، هلا ومرحبا. وليد البحيح، هلا ومرحبا. أبو دقرس، تفضل أبو. أنا حطيتك شخص. الله يعرف فضلك يا أبو. طال عمرك. شلونك؟ طال عمرك. منور الشركة وأسعدت بوجودك. أنا كنت أنت كنت مدير البل ورقيتك لمدير القصيد، وكلها طال عمرك عينين في راس. الحمد لله. هذا تكليف ما هو بتشريف ولا تشريف، عفوا قصدي تشريف مو بتكليف. يا مرحبا طال عمرك. انت مدير القصيد وشلت منك اداره البل، وممكن ارجعها لك. مو معقول يجوني ضيوف اخوي وليد. رتم القصيد والابيات فيها كسر، يعني المدح والثناء مطلوب. انا شيخ ومدير شركه، تستاهل تستاهل الطيب. وانا ما حطيتك الا انسان محزم وافي وتسلم وسلم راسك. ونبي لما يجي ضيف، سفير، مدير، شريك، هذا وضعهم منتهي يا ابو تركي. لا توصيني. فأنا ذا الحين جايك انت، ابيك تمدحني بيتين بس، وحاول تصور الموضوع ذا بالجوال عشان تطلعني في الكادر. انت بيتين وش بيتين. ما توفيك حقك يا ابو تركي. كم تعطينا بيت؟ بيتين المره هذه. طب الان امدحني عشان اصرفك شيك. بعطيك يا ابو تركي. قل يا ابو تركي. تفضل يا ابو تركي. ابو تركي انت ابو تركي ابراهيم المعيدي. ابراهيم المعيدي. تدري كم يوم اكتب هذه؟ كم لك يوم تكتبها؟ من يوم استقلت من البل، يعني قبل 3 شهور. اجل. وهذه طال عمرك شيك حلو اربع شيك، بس على طال عمرك سالب أكسان. مليون ريال سالب. نطلب فلوس. ايش يستاهل؟ يستاهل يستاهل. طيب نطلبك مليون ريال. منين اشدد؟ وشلت منك هالمنصب. ميني ولا تمدح طال عمرك وقصيدتك اخرطي والبل راح فيها. وهذا ما ينس مليون ريال. وحب اقول لك لا اشوفك ولا اشوف رقعة وجهك، والشركة تعذرك. ويلا مع السلامة. ابراهيم ويطلبوني مليون. العطور مدير العطور. ها مدير الروايح ابو دقلص. اي الروايح. ها الروايح. نادى نادى الروايح. ايه سرعة عجل. ايه عجل. خلاص يا ابو دقلص اتعصب. تعال يا بعد قلبي تفضل. ارحب. انا احس كيوت او شيء كيوت. انا اخترتك مدير روائح لان انا لا جيت انه منين من حلقه الماضيه اشم فيك ريحه زينه. الله يطول عمرك. كان لوشن متنقل. حاضرين. وانت تستاهل. قلت الشركه موجود. اطلب المبلغ تبي. انا بتكلم لك عن العطرات اللي موجوده عندنا. ممكن اعرف عطر الصباح عطر الليل؟ تفضل. ايش عندك عطرات؟ ولك حاطه كرتون مويه. تسوق على مدير الشركه؟ هذا قله ادب صراحه. قله يعني اسمع قله دسم. انا ما اخترت شركتك الا يوم حدني الفقر والجوع. صدق اللهم لك الحمد. وهذا راس مالي من الايام كيسه في كيس ابو ربع ريال. لا تفك لا تفك لا تفك. طيب تفضل. انا رفيقنا هذاك. طيب سمعت وش العطر الصبح هذا؟ يا طويل العمر والسلامه. اسلم. تبي عطر؟ اي جذاب. ابي عطر جذاب بلا عذاب يجذب اللي بالي بالك. الاحباب والاصدقاء. الاصدقاء والاحباب. ابي العطر اللي يقول لك وش عطر. فهمت فهمتك. اي وتعطيني مكوناته وينفع الصبح ولا في الليل؟ تفضل. هذا يا طويل العمر والسلامه ينفع لقيتك بتروح تقهوى. تقهوى هذا حق الجو. تروح سوق. طيب بتروح ابو دقلص. نعم. هذا يا طويل العمر والسلامه
هذا عطر الصباح والاسواق. الصباح والاسواق. نعم. اسواق تجاريه والاسواق الخضروات. لا لا اسواق هاي 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 نعم هاي هاي هذا طول عمر السلامه. عطر عطر ايش ذا؟ المراجل. المراجل يعني فيش من الفخامه المراجل اللي يحسس الشخص اللي امامك حتى لو انك ايه ما ابي اسقط ايه انك فخم اسلم انك لك مكانتك. ايه لك هذا عطر المراجل. إيه إيه إيه. هذا عطر هذا شوف راسك حق مجلس تعال علي فيه اي شاش راسه ابو دقلص. كيف ابو دقلص بس سعد انا ترى ما راسك ابو دقلص انا ترى ما استخدمته عطر المراجل. انت قاعد تبخ في الجو الله يجزاك خير. يجيب الجوسر يلا عندنا عطر اسمه هذا العطر يا طول عمره السلامة عطر للي ريحه مخنز مخيس مخنز مخنز ولا يسبح عندي العطر ابو دقلص. عطر ابو دقلص تعال عطر نفسك عطر نفسك هذا عطر هذا اللي ريحه مخنز. انا لا تكمل هذا اللي ريحته مخنزه وهذا هذا انا ابغى عطر حق بعد 12 ونطالع تسجل الكافيه. 12 الظهر ولا الليل؟ 12 الظهر نطالع تمشي الظهر تغدى. لا عندي الليل. الليل عطر الليل سمى هذا وانت على البحر وكذا هذا فانتاستيك. فانتاستيك سمى عطر الليل ذا حلو. احب اقول لك كل عطوراتك شبه مخيسه وانت يعني مدير اول شيء ما احترمت حاطط العطور كراتين. رجع الكراتين طال عمرك وراح ابسط فيها في الدائري الشرقي و ما بقايل مدير عطرات. احب اقول لك من مدير اداره الروائح الى مدير اداره ايش تبغى القرصان والجريش. خليك على القرصان والجريش والمعمول. طبعا معمول بخور قطع عمرك. احب اقول لك انت تتعذرك شركه وللاسف انت نمويه. طيب اتفضل معاي مدير الفن مدير الفن فيصل الدوسري. فيصل الدوسري الدوسري فيصل الدوسري تفضل معاي. ابو طلال انا اخترتك مدير الفن التاجر يحب ينطرب يحب يسمع شيء جميل كجمال روحك حبيبي. بختبر مهاراتك الصوتيه في المقامات. لبى قلبك حبيبي تلبى كبدك. ها حياك الله لبى كبدك يا زينه شلونك؟ ارحب ارحب عساك طيب تفضل عمرك في الشركه. ابو دقلص حياك الله. ابو مع احب اعرفك على السكرتيري الخاص. ونعم ابو دقلص اللي ابو دقلص اللي حياتك اللي يقرص تبربس تبربس. ابو طلال انت مدير الفن احيانا انا اكون فرحان ابغى احزن. طبيعي التاجر التاجر يبغى يحزن يحزن بعض الاحيان يحزن ليش لا وبعض الاحيان يبغى يفرح يبغى يفرح فيوزع سمايل ابتسامات واحيانا يبغى يسج. فابيك تحزني شوي تحزن؟ اني فرحان ابيك تحزني نسمع شيء من الحزن بما انك مدير الفن. ابشر حبيبي تفضل نبي حزن مدير الفن لاني من زمان انا ما بكيت فحاول تنزل دمعتي ابي توصل ل قلبي من القلب للكلية ثم تروح للاثنى عشر ثم تدور على البنكرياس وابغاها توصل لصميم النخاع المستطيل ثم تدخل في الاذن الوسطى. تفضل تفضل سمعنا نبي حزن. حد سألني ترك عني هوى الدنيا وخنقني أظل ساكت وعيني تسولف دموع شقول لنسيت لو بعدك تحبني غريبة يا روحة غريبة
ليل العايف حبيبة ليلة كل ما ينام فراق التحبة مصيبة. بتشيت ولا ما بتشيت؟ والله تبكي. طيب انت حزنتني حبيبي، ابيك تفرحني لاني انا بصرف لك شيك بما انك مدير الفن. الشيك هذا طبعا للبوم الخاص فيك، وبرضو مع البوم بشتري لك ولا استعجلت؟ استعجلت شو تبي؟ يمكن لا بناخذ لك ليش لا؟ استوديو صوت استوديو ادوات موسيقيه صحيح بنخليها فوكالات. حط بدايل صوت فوكال دقه اللي بال بالك ودي احط لك استوديو لان انت تعطيه دقه. نعم بعطيه انا عطى دقه النغمه عشان مدام اجيب لك موسيقى اجيب لك استوديو وتسجل دقه عطى دقه ترنن ننن هذه اي اخي قد قلتها قبل قلت قلها بلا قلها. عطى مقطع بسيط لان انا بدل ما اوفر لك الادوات الموسيقيه بدايل حط فوكالات حط بدايل صوتيه احنا بنحط احنا بنحط لك استوديو صوت طبل كلها نبغى نستخدم اصوات الفم الفم الفكرات والاداء بالفم. عطنا دق ال تريدني مقطع بسيط يلا حلو بس بس ضبط اضبطك انا بضبط بدقلص ممكن يساعدك في الطبل. عطى طبل عطى طبل لا لا راح راح بقول لك استوديو حق جاهز وهذا شيك مفتوح لك خاصة. الشكل هذا بيوفر لك إن شاء الله بيأسس لك حياتك المستقبلية يا رب. وحب أقول لك أنك أنت مدير الفن وتم تكليفك إلى مدير الفنون العربية العالمية البرستيجية. مبروك وانت معنا في الشركة حبيبي أستاذ حبيبي حبيبي الله وجهك سلام طيب. تفضل معي مدير حلو تفضل معي مدير السياكل مدير السياكل. احيانا اخوي ابو دقلص ابو دقلص تفضل ابو انت مدير السياكل تفضل استرح. اهلا وسهلا اهلا ومرحبا فيك اهلا ومرحبا فيك ابو دقلص. بما انك سكرتيري الخاص و مدير عام مدير اداره مدير اداره مكتبي انا قبل ما تجي انت الشركه قبل ما تولد انا كنت استخدم سيكل ابو ثلاث كفرات وانتقلت الى ابو كفرين والان اسوق سيكل ابو اربع كفرين. لذلك حطيت اخوي الاستاذ محمد سراج اسامه العوضه هو مدير السياكل عشان استانس عشان استانس وامارس الرياضه في اوقات متفرقه ما بين تنصحني فيه لاني انا في حياتي كلها اول مره قد اشتركت سيكل. انا ما انصحك فيه لانك انت موظف عندي انت تنصحني. تفضل ابو السياكل تنصحني فيه يسوقها علينا ذا ابو اسامه حب قلبي مدير السياكل. وش محضرنا من السيكل هالمره؟ محضر لك سيكل بشكل جديد. وشو؟ ما فيها اذاني. سيكل ما فيها اذاني؟ ما فيها اذاني. حلو. ولا فيها رقبه. توك مستحدثه؟ جديد جديد على الشركه. حلو. اروح اجيبه؟ موجود؟ موجود. كم نعطيك وقت؟ دقيقة يلا. ف تعال ابو دقلص. احب اقول لك يا ابو دقلص الرياضة جدا مهمة بس علمني وش وش اخر مشاكل مدير ادارة الفول اللي يجيب لي فول دجاج السيكل. ايوه ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف نقدر هذا بدون بدون بس انت دق سلف حرق. طيب وش التطورات اللي فيه ممكن اعرف؟ التطورات طال عمرك تقول له كذا يروح يسار. ايه تقول له كذا يروح يمين. طيب ممتاز. تقول له كذا يروح فوق. هذا اخذت عليه براءة اختراع. ايه فعليك. طيب وين قول ليه ما في رقبة. ما في رقبة ليه؟ امها انقعت رقبتي. في خلاف بينهم؟ زعلت عليه وانقعت رقبتي. اجل بما انه يعني هو مو بارب امه؟ هو لا هو تقدر تقدر. طيب متى استخدم ذا؟ الصباح ولا في الظهر ولا؟ في كل الاوقات. تقدر تصفط عند المطبخ؟ شكرا على الاختراع. لاول مره اشوف سيكل بدون دركسون بدون رقبه. امه فكت رقبته والسبب خلافات اسريه.
وعشان كذا احنا برا في امه بنمصع كفر نخليه يمشي كذا يشنقل نبغى السيكل يشنقل وانت ان شاء الله انك مشنقل معنا بس مو في الشركه معنا في البرنامج مبروك طيب طيب تفضل معي مدير مكافحة الحشرات عشان الوقت يا ابوي مدير مكافحة الحشرات موجود مو موجود طيب تفضل معي مدير مكافحة مدير الجدران مدير الجدران ويجهز بعده مدير الجدران نايف رفيدي انت مدير الجدران من اليوم ورايح ممتاز تفضل طال عمرك السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك طال عمرك اهلا ومرحبا فيك تفضل استريح انت كيف حالك انا ودي اخذ فيك جوله الله يجزيك ودي اباضه استريح بعد الجدران اباضه بس خذ لي لقطه بس على الجدران الديكوريشن حق الشركه نعم شوف المطبخ شوف المسرح شوف اخوي عندك طال عمرك المسرح دقيقه انا اوقف بس هنا انت مدير الجدران نعم حاط لي في الزاويه هناك حاط لي ورد كانه كوشه لا لو انا بليش شايفني انا نوف ولا ساره ولا لا الورد بحيث انك تحس بالرومانسيه اثناء الجلوس هناك نعم نعم طيب والاشجار تحس بالغابه وين الاشجار اشجار حاطه اشجار نعم حاط الاشجار هنا عشان احس بالغابه وايضا في شجره الصنوبر حقت ابوه وين حطيتها في الجدار ما ادري والله شلوها كنت حاطها هنا ولكن شلوها طيب هذا الكافي بريك انا عندي فكره نحط السقف في اللين بحيث انه اذا رفعنا سقف الطموح ينكسر في اللين فكره حلوه نعم نعم حط في اللين عشان نقدر نفجر في اللين نفجر ام القضيه برضه نحط في الجدار درج شوف افكارك جميله اخوي نايف بس يعني انت حاط لي ما سويت شيء باحترامك يا اخوي بما انك مدير الجدران دقيق الله الله هنا حاط ورد وحاط جنبه ورد وحاط جنبه ورد بس الله منك غيرت الالوان تسوق علينا بجنبي ورد شفت كيف؟ ايه ايه فالورد اذا خذيت 100 متر رجعني للبرنامج احب اقول لك سام استقاله حاضره وشوف اخو منيره وشوف لك شركه عمرك شوف لك شركه مو بتحط انا نصيحتي لا تحط لهم حط لهم حط لهم كائنات غريبه حط لهم حشرات ويحط لهم حشرات تفضل احب اقول لك انك شركه تعذر منك وانت مغادرنا يمكن ذا الليل وارجع لربك ومع السلامه نومني طيب الورد اشله معي مدير القنوات موسى الفيفي تفضل انت مدير القنوات تفضل اخوي كانك نحفان موسى وما شفنا عسل من اخوك وين سالم سطوح نوجه الصحن كذا تعبنا احنا طالعين نازلين السلام عليكم صح كلها من مدير العطله تيشو بالله كلها من مدير العطله من مدير المناديل مدير المناديل الاستاذ سيد الزعفي هو مدير مناديل؟ نعم ما ينفع كذا يا شيخ منديل تصميم قديم طيب خلاص انت مدير القنوات وما اقول لك اليوم اقلب قناه القى كوارث براكين احداث مزعجه للعين توتر انا ابغى قناه فيها هشك بشك يعني حماس طرب شيء ونس خلينا نتنكس فهمت يعني شيلات لا 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 مش يمين يسار شو الكلام ده شو الكلام ده طيب اكشد خلينا نتنكس اوكي يعني شوف ناس عرضه تذكر العقد اللي وقعناه الاول مع كوكب زحل ها كوكب زحل انت القنوات انت وين وجهت وجهنا الدش على لا 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 على جهه زحل زحل ايوه بعدين طفي عليهم الكهرباء على زحل ايه وقالوا شوفوا لكم كوكب ثاني رحنا عند المشتري ايه بس اسعارهم غاليه حولت الدش وين؟ حولنا هذا الى هذا اتكلم عن الدش ايوه قربنا للزهره الحين زهره ايه بس في مشكله ثانيه اللي لما يطفى الكهرب جبت اختراع ايه للدش ايه بطاريات ركبها للدش يشتغل في حاله الازمه لا طفي الكهرب يشتغل البطاريه طيب وش المواد العلميه اللي بتنعرض طيب وش يعني ممكن تصفق لي على الاختراع انا بصفق انا لا انت اختراعك ذا لا شوف
يعني وقت الأزمات الضرورية تستخدم البطارية طبعاً. واللي بنعرض وشو؟ بنعرض شيلات. هل تعلم؟ نبغى تسردح تمردح. أيوة. وبعدين فقرة المطبخ. إيه. وبعدين أفكارك مخيسة ولكن أمانة على موضوع البطارية. أيوة. حاب أقولك إنك راجع معانا في الشركة وأنت مدير القنوات ومدير البليلة. الله. مدير السفريات. مدير السفريات عامر منير. مدير السفريات عامر منير. عجل. احب ابو دقلص هذا مدير السفريات. احيانا انا ودي اسج ودي اروح اقنص هو يرتب لي رحلات. ما شاء الله هذا لازم هذا احتاجه. تفضل عامر حبيب قلبي. مدير السفريات ودي اعرف رحلتك الجايه وين. انا راسم لك خطه. حلو. انا نسقت مع مدير الميزانيه. لا ما عنده مدير ميزانيه. مدير الفلوس. القروش. القروش. اي مدير القروش. مدير القروش نسقت معه وشفت ان الميزانيه تكفي السفر الى 5 دول. ودي اعرفها. ميزانيه الشركه بيطلع. لا مو زي الشركه. مدير ادارتك. مدير انت مدير السفريات. مدير السفريات. نعم نعم. اي وين بنروح بعد شوي؟ باذن الله بنطلع خط من هنا. خط وين؟ على الدوادمي. دوادمي حلوه. عفيف. عفيف. ثم بنمر الديار اللي هنا ونطلع لام الدوم. ام الدوم. اي حلو. ومن الطائف على جده وناخذ رحلتنا الى السودان. السودان. اي طب السودان وش بيسوي؟ السودان سوينا احصائيه. اي للكائنات الحيه هناك. انا ما ابي كائنات حيه. ابي اصيد فيله وحباري. موجوده 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 موجوده. ولقيت لك زرافه بعد تبي تصيدها. نبغى بوركينا فاسو. ها مدينه اسمها بوركينا فاسو. عرفتها. انا حاطها من ضمن الخطه. بوركينا فاسو. بوركينا فاسو وش اسمه؟ بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. طيب عقب السودان بنطلع بعد السودان وش بنصيد؟ ودي اعرف الكائنات اللي بنصيدها وش هي. في غزلان. غزلان. إيه فيه. في زرافه. 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 نعم. نطرحها. إيه في فرس النخل. والاسلحه بنستخدمها وش هي؟ الاسلحه ار بي جي ولا لا مو بار بي جي. مدفعيات. سنتريجن. ايه عيار 50. وبنطلع بعد ما نخلص المقناص. بعد ما نخلص المقناص. انت ضحكتني وانا حطيت الشخص المناسب المكان المناسب. انت مدير السفريات ومدير الضحك ومدير المدفعيات. مبروك المناصب زي وانت معنا في الشركه. ايران عشان الدواد انك طلعت الدواد. الحمد لله. ايه تأهل. طيب. طيب مدير الحشرات. مدير مكافحة حشرات. مدير مكافحة حشرات تفضل معي. أحب أرحب فيك معنا في إدارة الشركة. أهلا وسهلا فيك. حشرات. أول شيء أسلح لعنب بليسك. أنا عدد الحشرات هنا أكثر من عدد المتسابقين مع عدد المعدين مع الكنترول. لا تسكتني. ما سكتك. مش أنا وأنا جوعان. إعلان ذا. يلا. عطى صاحبك اللي واقف. تفضل أبو دقلص. حزام واصل للصدر. هذا اسمه أبو دقلص. ها؟ أبو دقلص. أبو دقلص. تفضل أبو دقلص. شوف. أنت تسكتني. أول شيء الموضوع ذا ما ينسكت عنه. نعم صحيح. يعني أنا لاقي 9000 ذبانة في المكتب. ولاقي الله يكرمك ضواطين. حلو. وقبل شوي مار من عندي. ها ايوه مو معقوله ترى الشاحنه ما نرى. مو معقوله كل يوم اذبح حشره من حشرات. يعني انا حلو. يعني ابعلمك شغله. تفضل. الصرصور او عفوا انت من الكويت تسمونها الزهاوي. نعم نعم. شلون الزهاوي دخل المكتبي شلون؟ شكرا على التوضيح الجميل. وانت مدير مكافحه الحشرات. حلو 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 حلو. انا بعلمك. يلا قل اسمنا. اسم الشركه شنو؟ مديرة المبيدات. لا انت مدير مكافحه حشرات. نعم بس المبيدات. مبيد الحشرات نبيدها. طيب شلون الزهاوي يدخل مكتبي؟ الزهاوي هذا طال عمرك مر علي. مر عليك وين؟ مر عليك في الاداره. نعم دش من الباب مر علي. الزهاوي. اي سلمت عليك. ليش يعني رايحه؟ ليش القدارة داش علينا كذا؟ ايه قلت انا حاب اعزمك. انت يا الزهاوي. انا حاب اعزمك. قلت وين تعزمني؟ قال تحت مكتب المدير العام الرئيس. نعم. قال انا عازمك. ايه قال عرس. وليش ما وطيته برجولك على عرس؟ اي
يعني عزمني يعني الزهاوي الزهاوي عزمني على حب ومودة وما يصير يعني أقول. الصرصور عايش بيننا في المكتب ونصيد الدباب الإلكتروني. معقولة؟ سؤال، الزهاوي صرصور عايش في مكتبي؟ نعم. أمه وأبوه موجودين؟ نعم 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 نعم. وتقول يسوي عرس؟ نعم. وعزموك؟ وعزموك وفي مكتبي؟ ودزولك دعوة بعد. في أي زاوية؟ وين الزهاوي؟ وين شوف هذا واحد حرام والله ترى ما يجوز. ها؟ ما يجوز. أنت مدير فاشل، بس دامك أنت في لغة تواصل بينك وبين الزهاوي نقدر نطلعهم بالأسلوب الجميل. ترى خلي مطلوب. شو نطلعهم؟ تفضل اقنعني يلا. شو نطلع الصراصير من قصدي الزهاوي بما أنك بالكويت؟ شو نطلع الزهاوي؟ نعم شو نطلع الزهاوي؟ شلون؟ أجي أكلمه هنا. كلم الزهاوي. نعم أتفهم منه. تعرف لغته؟ نعم. هذا كبره. يلا كلمه. شوف فتحة صغيرة. في هناك فتحة ممكن يكون عائلته. يلا راح كلمه. راح كلمهم. يلا. كلمهم. لا لا قرب أكثر. وين؟ قاعد تقرأ عليه. لا كلمة قل لو سمحت. قل في لغة ترى في تواصل. يلا لو سمحت الرئيس العام ترى زعلان ولازم تطلع. ها كلمه الصرصور هذه يدخل فتحات ضيقة ذي. نتمنى وبما أنك أنت تعرف لغتهم وجالس تكلم. قال تم يلا. عشان كذا أنا حطيت شخص المناسب في المكان المناسب وبنحضر عرس الزهاوي وأنت معي ومبروك الشركة. طيب حب سيف الشعبي مدير إدارة استاذ اللي ما أدري وش إدارته. تعال استلح مدير إدارة ما دخل معك مدير إدارة الخرطي. خرطي أنت مدير إدارة الخرطي. تعال معاود. أنت مدير إدارة الخرطي. أنت يا مرحبا حياك الله. أرحب. مرحبا بك. مسهلا. أنت هذه الإدارة استحدثناها سميناها مدير إدارة. إيه لا 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 إيش اسمها؟ لا 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 ها. الخرطي. الخرطي نبي تخرطنا من السواليف اللي عادت يسمون سواليف كلها خرطي في خرطي. نعم أنا اكتشفت عشان إذا حد جاء يقول عند الرجاء عنده سالفة. أنا اكتشفت في يعني المدراء اللي إيه؟ قدامي خرطي. خرطي ماشي ما عجبوني صراحة يعني كذا مرة أرسل لهم. نبغى إحنا نبغى سوالف خريط. سوالف خريط. إيه. منين؟ أحب أقول لك أنا ما بضيع وقتك أنت. والله الخريطي عدوك. الله يطول. وأنت نجم. الله يطول. وما زلت متصدر معانا وبرقيك من إدارة الخريط إلى مدارة إدارة مدير إدارة الزريط. تاكل ملذ وطاب في الشركه ومبروك العوده للشركه. يا الله معاوني احلى الصوت يا رب. بلاش تفضل معي مدير. وين عشان الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. هلا يا هلا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. السوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هل البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو الحماس من البداية بين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هل البزنس كفو. يا هل البزنس كفو. يا هل البزنس كفو.
هذا البرنامج برعاية الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو. بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية. ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو. من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو. بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية. ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو. من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو. بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية. ضيفنا يالله حية يا هلا البزنس كفو. من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هلا البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتويج النهاية
للتحدي فيه رايا يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه رايا يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه رايا يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حيا يا هلا البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هلا البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه رايا يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو
انت مدير الورد، اول شيء الجمهور يدري انك انت النومنيه، يدري انك براين. شلون حطيتك مدير الورد؟ خذ وردك. بقول لك شيء. قل. عندي لك ورد سولد اوت. ها سولد اوت. هذا جاينه من الموزمبيق الشمالي. هذا شو يسوي؟ هذا يزيد من التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا واحد. هرمونات السعادة. اي صبر. طب كيف يشمه؟ هذا عندك ويش؟ عندك الموظف يتحلى بالمهنية. هذا. لازم ان يكون الموظف يتحلى بالمهنية. ممتاز. هذا والله بموسنه بأبو دقلص. حاب اقول لك هذه اعظم هديتين جتني بحياتي. وعندي بس هذه ريحتها ملوخية. لا لا. خاف انك كمين ده. تصور. عندي ورد. ايه. ما تشمه هنا. وين اشمه؟ تحت الطاولة. والله؟ ايه. زين. ليه؟ فواح؟ يا اقول فارق انت وردك. انا منه لا اشوفك ولا اشوف وجهك وانت مرحل برايم وطز فيك وفي وردك. يلا يلا برا ابو شكلك يا شيخ. طيب معاذ ومحمد فراج. لا انا معاذ. معاذ يلا فراج. معاذ اي تعال. مدير انت مدير ايش؟ مدير اللطم ملحي. لا لا انت مدير ايش؟ لطم الحاي. منطق ايش؟ لطم الحاي. يلا انت لطم الحاي. ايه. انت مدير لطم الحاي. نعم. وش هذه؟ هذه دارة جديدة. دارة جديدة. متى استحدث لطم الحاي؟ تو تم اطلاقها قبل اسبوعين. وش دور هذه؟ في حال ان الموظفين يعني يتطاولون في الكلمات والالفاظ والقنقنة الزايدة والكلام اللي ما له سنع. تلطم الحاي. تلطم الملحي لطمة يشوف امريكا صنادق. ويهجد مكان. نعم نعم هذا أدارة وكيدارة. وأنا أهميك على هذا الوظيفة. نعم الله يسلمك. الجميلة. وأنت راجع معنا وفي إدارة لطمة. يلا هاي تعال. محمد سراد. لطم لح. يلا لطم لح. طيب. يلا رح لطم لح. بالله أبو دقلس رتب لك تتكلم عن عالم السيد. الله يوفقك ويسرك. طيب انت مدير ايش؟ بلديه. انت مدير القلوب. الله يطول عمرك ونورتنا وانت اخر مشترك معانا هالليله. احب اقول لك عندك راح اشيلك من اداره البلديه للاسف. شرف مين بعليك. شرف عليهم توظفت عندك. هذا انا الحين بحطك مو مدير البلديه، بحطك مدير البلديه والنظافه. اسف يا و كنت شام متحمس و مدير ابراهيم. مبروك عودتك يا ابو سراج. استاذ يلا مبروك. تحيه لابو سراج. طيب خالد ثاني. خالد ثاني مدير استاذ. يلا خالد بسرعه بسرعه خالد. طيب حبيبي أسامة. طيب تعال خالد. خالد أنت مدير إدارة إيش؟ مدير إدارة اللمبات. حلو. مدير إدارة اللمبات المفروض يحافظ على جمال الإضاءات، جمال بصري لمبات. أما تحطي لمبة صفراء خضراء حمراء بيضاء ما يصير. ما في إلا ذا اللمبة هي اللي معقبتها. وشو هي ذا اللمبة؟ عناد فيها جن. شو تسوي؟ لجتنا تشتغل تطفي تشتغل بطفي اكسرها شفت علشان نفتك. هذه اللمبة. هذا مدير ناجح. هذه اللمبة اللي سببت المشاكل هذه كلها. ايش التصرفات هذه؟ هذه اللمبات؟ هذه اللي سببت مشاكل، هي اللي علمت الباقيين. تطفي تشتغل على كيفها؟ ايوه الحين خلاص شو الباقيين شغال. طب هذا التماس مو بجن. دقيقة، في لمبة طافية؟ لا. خلاص. العقدة وكسرناها. عشان التصرف الفردي هذا انك كسرت اللمبه ولا راجعت ابو دقلص مدير اعمالي ومدير مكتبي وخشت بعد فيدي بعد خش اي وتصرف هذا هذا انا تكاربت بعد تكاربت منها؟ منها تطفي تشتغل؟ تطفي وتشتغل وقلت خلنا نكسرها اكسرها احنا والله ما نبي نكسر اكسرها ليش؟ اكسرها احنا ما نبي نكسر جمهورك ولو ان تصرفك غلط بس يمكن ينكسر هاللحظه وانت للاسف برايم
راجعت. طيب ابشر بالسعد. لا تخلونا. طيب ابشر والله بالسعد. راجع ان شاء الله. راجع. اللمبه بدالها لمبه. جنبي. يا مرحبا. راجع يلا لا رجع شباب نبي سعود جاهز ها؟ شوف بس احنا نتكلم عن العالم السعودي ودي صف واحد ودي تختار الزاويه انت ايش تسوي عندي يا ابو دقلص؟ ها؟ هلا والله قاعد توزع ابتسامات؟ ايه ابو دقلص ذا ابو دقلص انت اديت الوظيفه عليك من وجه الله يسلمك بس انت عارف نفسك انك مرحل لا انا معك الان في الشركه والله ما ادري عاد واضحه وصريحه ابو دقلص انت فقيده ثقيل للاسف وانت ودي حوش مع الجماعه ابو دقلص انت في البرايم طبعا لا لا بعد التعب ذا ايه والعناء خليني اشغل نغمه طيب اعطوا نغمه حزينه شباب خليني اعيش شوطي ابو دقلص على البرايم انت تعال انت لك اسبوع انت لك اسبوع عارف انك برايم تعيش ام الدور يا ابو دقلص يا انت لبسك ال ها يلا لبسي طيب. شباب نبي صف واحد ابو دقلص لا خلينا بدقلص هلا والله صف واحد كذا هناك بنرحب بسعود واللي انضموا من قبل خلينا بنقول حال الشباب اول شيء الكاميرا معي ابو اباضه طبعا كلكم عارفين انه اليوم من الحادي عشر من مارس 11 مارس طبعا هو اليوم الخاص بالعلم السعودي والذي تم اختياره طبعا بقرار عظيم طبعا قاداتنا وكلكم عارفين انه هذا اليوم غالي علينا طبعا نتكلم عن هذا اليوم الذي اقر فيه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه العلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته التي تشير الى التوحيد والعدل والقوه والنماء والرخاء شكرا وطني شكرا مملكتنا شكرا للمملكه العربيه السعوديه اليوم الاعلام تزين سماء المملكه ترفرف في كل منازل السعوديين والمقيمين على ارض هذا الوطن الأعلام السلام الوطني الكثير كثير من المقاطع شاهدناها في وسائل التواصل عبر الترند الآن جميع مشتركي البزنس راح يؤدون السلام الوطني فخرا واعتزازا بهذا الوطن بمشاركة أحبابنا من دول الخليج من دولة الكويت ومن دولة قطر اعتزازا بهذا الوطن وعمان من سلطنة عمان والكويت وقطر الان ودي نشيل الرايات نحطها بين المشتركين عطى صوت لنشيل الرايات شايفين الرايات إيه؟ مشاهدي الكرام فخر واعتزاز العلم السعودي في الحادي عشر من مارس يرفرف سماء الوطن سماء المملكة جميع مناطق المملكة لهذه الليلة وهذا اليوم يحتفلون بيوم العلم السعودي فخرا واعتزازا بقاداته وحكامه شكرا يا خادم الحرمين الشريفين شكرا سمو سيدي عراب رؤية الأمير محمد بن سلمان شكرا حكامنا وزرائنا قاداتنا شكرا لكرج الأمن والآن السلام الوطني سارعي مجد والحياة مجدني لخالق السماء بقول حاجة للمشاهدين الكرام علما انه الفكرة كانت راح تلغى لانه هذا يوم حافل
لكل مواطن مقيم في أرض هذا الوطن. الفعاليات والحفلات اعتزازا بهذا الوطن المعطاء. انتقلنا من يوم التأسيس إلى يوم العلم، مقبلين على اليوم الوطني البيعة. هذه الاحتفالات الوطنية هي اعتزاز لهذا الوطن، مترامي الأطراف طبعا من شرقه لغربه لشماله لجنوبه. اليوم كل المواطنين فخورين بوطنهم، واليوم العلم السعودي يرفرف في جميع منازل الحياة والمناطق. وأيضا شفنا مقاطع مثل ما ذكرت، أمهات يتصدرون المشهد برفع الرايات والعلم السعودي فوق الأسطح، وكذلك برفع العلم السعودي. فخورين اليوم ما شاء تبارك الله تتزين الرياض العاصمة الحبيبة، هذه العاصمة التي احتضنت جميع الفعاليات، وأيضا اليوم أصبحت المنصة العاصمة للكثير من البرامج السياسية والاقتصادية والوطنية. فخورين مملكتنا. شكرا وطني على كل لحظة نعيشها في أرض هذا الوطن المعطاء. الآن طيب ننتقل الآن لإعلان، طبعا نشكر اللي انضموا من المشتركين السابقين اللي غادرونا في فترة سابقة. سعود، وين سعود؟ سعود ألف مبروك يعني العودة، وش حاب تقول في هاللحظة بما أنك رجعت الآن مع صفوف المشتركين في آخر أيام البرنامج؟ أول شيء حاب أقول الله يديم الأمن والأمان علينا على جميع الوطن العربي. الشيء الثاني اللي اليوم بيطلع، ما طلع الا ما خرج الا من المنافسه بالمراكز الاولى، والى الان بينافس على نجم الجمهور، وباذن الله انا بدايه نجاحاتك تبدا من اليوم. حلو سعود. طيب من الشاب اللي رجع بعد؟ ماجد الشهري. من هو ماجد الشهري؟ غادرنا الاسبوع الماضي. ها ماجد الشهري غادرنا الاسبوع الماضي، وش حاب تقول؟ اول شيء كلمه للوطن، بعدين كلمه للنهائيات. الوطن مهما قلنا والله ما انه في حقه، لكن الله يديمه على العز والامان، والله يديمه شامخ ودام عزك يا وطننا. بالنسبه لخويانا اللي بيخرج فهو قد نجح، ما وصل المرحله ذي الا انه عدى الشيء الكثير، صح، وبيطلع من المنافسه زي ما ذكر اخوي سعود، لكن بينافس على تاج البزنس ورايه الوقف. اسال الله التوفيق لهم ولي. رايتك بيضاء. طيب 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 الان السته اللي دخلوا معنا مرحله الخطر مشاهدي الكرام، هم طبعا خالد السهلي، ودي بس تذكروني مشاهدي الكرام، طبعا اليوم ختام فقره النمونيه بحلوها ومرها. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. لا منك من النمونيه. اللهم لك الحمد على العطاء. اللهم لك الحمد. اللهم بالشكر. اللهم لك الحمد. دائما نحمد كل ما تقدم، نحمد الله على ان انتهت الامبراطور. الامبراطور طيب معونين. اللهم لك الحمد. انتهينا بجمال الفقره، انبسطت كثير بهذه النسخه الجميله، بس هذا بقولها في الختام. يتفضل يتقدم خالد السهلي، البقيه بس تحرك مكانهم. يتقدم من بعد خلف القحطاني، يتقدم خلف طبعا خلف وعبد الله من بعد عشان ما ودي نطول على اسامي. محمد ناصر، وليد البحيح، نايف رفيدي من بعد. محمد ناصر وينه؟ خلاص؟ طيب ما ينفع كذا. محمد ناصر! طيب الستة اللي قدامكم طبعا عشان نختصر الموضوع ثم نغلق ستار النمونية اللي انبسطنا بجمالها. ارجع اقول كان الفقرة بتلغى لانه اليوم يوم عظيم، انا قلبي يقرصني عشان اتكلم بكلمة عن الوطن. اليوم كلنا فخورين، مشاعرنا ما توصف ما تنوصف لهذا الوطن يا جماعة، لكن الحزن انه حنحزن على واحد من المشتركين اللي راح يغادرنا اليوم، ولكن فرحتنا بيوم العلم بينسينا هالحزن. طيب ابو ناصر وينك؟ ابقى تعال تعال طمك. محمد ناصر، خالد السهلي، خلف القحطاني، عبد الله بقمي، وليد البحيح، نايف الرفيدي، طبعا واحد منهم راح يغادرنا هالليله بعد 90 يوما. اليوم وصلنا 96 من البرنامج، مزعجه، راح يطلع من برا المنافسه، علما ممكن واحد يرجع من المشتركين يحصد المركز الاول، ممكن واحد مشتركين يكون نجم الجمهور، ممكن واحد يحقق المراكز الاولى والثالثه. خلونا نتعرف الان على اللي حصل على المركز الثالث بنسبه 2400 نقطه، ولا لا شباب؟ 2400 نقطه. هل هو من الشباب المشتركين معانا ولا الموجودين ورا؟ ودي اللي حصل على 2000 نقطه المركز الثالث لاعلى نسبه تصويت نبارك للمشترك
اللي حصل على المركز الثالث يا ترى من الشباب او انه من المتصدرين؟ وعلى فكره ترى النقاط هذه حتختلف، هذه اللي بتوصل للنهائيات، اللي بيحقق المراكز الثلاث من المشتركين هنا ممكن يكون هو اللي يقلب النتيجه للحصول على نجم البزنس، اما نجم الجمهور او نجم اللي حصل على اعلى نسبه او نجم اللي فارق باعلى نسبه تصويت. اللي حصل على المركز الثالث بنسبه 2000 نقطه الف مبروك لك ماجد، تبسم ترك طالع ماجد فارز عن المشهد. مبروك للي حصل على المركز الثالث سيف الزعبي، مبروك. عشان الوقت يلا طيب عشان الوقت بس لا احد يروح يا شباب، يلا عشان الوقت بعدين سلموا عليه طيب يلا بعدين سلموا عليه عشان الوقت. لا يا الله الله يبيض وجهكم يا طيب وجمهوري ومحبيني، وانا جاي لكم باقي واتمدد وابشر. ممكن سيف تتوقع سيف انك تكون من الثلاثة الاوائل في برنامج في نسخة البزنس لهذا العام باذن الواحد الاحد؟ يعني متوقع ان الله كتب. انت متوقع ولا لا؟ ان شاء الله. هل راح تكون من الثلاثة؟ ان شاء الله. هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة، يعني قصدي في الحلقة الجاية. هلا طيب اللي حصل على 2800 نقطة وحصل على المركز الثاني الف مبروك يا ابو ناصر. اسمع شيء ما نسمع احنا، عشان هو يسمع شيء احنا ما نسمع. تركز على وش انت. اللي حصل على المركز الثاني 2800 نقطة هو، ترى النقاط هذه حتفرق في النهائيات. مبروك لك يا أسامة العمر، مبروك. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي، هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو، السوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد، يا هل البزنس كفو طونا كل وقت حية عامرة بشاذلية، ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو. من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة، عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي، هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو. هذا البرنامج برعاية الحماس من البداية لين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي، هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي، هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو، بس
السوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هل البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هل البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هل البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هل البزنس كفو
البزنس كفو يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا هلا في كل وافي يا هلا وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا هلا في كل وافي يا هلا وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هلا البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو الكرام اللي حصل على المركز الثاني أسامة العظم مبروك أسامة الله يبارك فيك طول عمرك مساك الخير وانت رقم منافس انا اتوقع انك من الثلاثه الاوائل في النسخه هذه اتوقع انت باذن الله تنام عيني وش تقول بهال اقول الله يبيض وجه اخواني وعيال عمي وربعي وقرب دعمي وجميع من وقف مع اسامه من يوم دخل البرنامج لين قد هذا ان شاء الله بيروح للمنصه النهائيه باذن الله تنام عيني وانا ان شاء الله حاب اقول اني باذن الله تنام عيني اني لنافس بجداره بعد اسمعني طال عمرك أسلم. حاب اقول الوعد عند المنصه لالتقينا الله طيب طيب اللي حصل على المركز الاول بنسبه 4000 نقطه 4000 نقطه يلا شباب اللي حصل على 4000 نقطه وحقق المركز الاول هل يا ترى من الشباب الماثلين امامكم واللي في مرحله خطر هل هو ابو ناصر محمد ولا خالد اللي اول مره اتوقع في النومينيه اول مره ثاني مره ثالث ها ثالث مره ولا اول مره صح لا بس ما قد وقفت كذا من هناك ديوان على هذا اول مره ثاني اول مره اوقف بس ثاني مره داخل للبرا يا اخي ثاني مره النومينيه ثاني مره انت ملك البرايمات نايف ثاني مره اول مره اول مره كذا لا قصدي غير صحيح انت خلف انت سبحان الله مكافح والله انك مكافح استبعدت ورجعت ونافست 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 بعدين الظاهر انه هجت بك في يدك الظاهر انها تهجم اخر حلقه هجت بك لازم يرجع طبعا ويا ترى يعني خلف ما بقول لها الحلقه تكفى تكفى اي بس كفو طيب يلا شباب اللي حصل على المركز الاول هو اللي حصل على المركز الاول الف مبروك
اللي حصل على المركز الأول لهذه النسخة في آخر حلقات النمناء بنسبة 4000 نقطة، مبروك لك يا معاذ الغرامة. والله بيردنا على العشاء وانا ما ازم على العشاء والله والله الله يجزاه خير. ام تركي ضابطه ذاك ال اوكي طيب وش تقول دقيقه خلنا عنده تصريح ايش قاعد تاكل معاذ مبروك الله يبارك 4000 نقطه تستاهلها انت ما شاء الله رقم قياسي ما بين الثاني ما بين الاول اللهم لك الحمد مبدع تفضل الحمد اذا رضيت لك الحمد بعد الرضا وقد قلتها وبعيدها وازيدها معاذ يتمدد ويتمغط الى النهائي وبيض الله وجه ربعي والناس اللي وقفوا معي والجمهور وعوايد ما هي بجداي. طيب ابو ستة نمنا ستة نمنا كاميرا خلاص كاميرا هنا ابو بابا ستة ما ادري ايش اقول ما ادري ايش اقول صراحه الله يعين قلب ولا معك ما حد تعال في احد ولا خلاص؟ انا عنه وليد الله يعين انا ولا قصدك يا خلا يا رب تطلع الله يعين اللي بيغادر اليوم هالنسخه استمتعت كثير في برنامج البزنس انبسطت ب يعني مع الشباب حقيقه نسخه جميله نسخه يعني كانت جميله كان في حرب شرسه بينهم تحملوا 90 يوم قريبا راح يغلق ستار برنامج انا فخور فيكم شباب ودي اسلم على كل واحد فيكم لاخر حلقات النمناء حبيبي خلاص بصك من البرايم الله انت تتكلم من البرنامج كله يا حبيبي يا ابو تركي حبيبي خلص يد حيلك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا خلاص الحين اللي شاهدنا حلو ما عاد في كل سبت خلاص هذه شفت من اللقاء ما عاد في يعني حصانات كل سبت يا ابو تركي ما في من تبلغ ودعيه صوت الله يرحمك يا خالد ثاني مره شد حيلك خالد ها شد حيلك الى برايم عند سامي ودعناك بالله يلا شباب انطلع يلا برايم يلا 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 لا توعدني وانا ماني بطيب خليني لنا دعابة وانت لا توعدني وانا ماني بطيب خليني لنا دعابة وانت وادع ابو تركي ما تقول ليه ولا عم بتعيط اي بعيط شو عندك هات الشبريه لا ما عندي شبريه هرجيني من رجلك ارحب وش قلت لا تزيد تنطلع اقول لا توادعني وانا ماني بطيب خلي لنا تعافى وانت وادع يا ماجد لا تدعني ماني مودعك لا تكلم ماجد ما تروح قلب ولا تروح اللي حصل تبوك ينسبي تو مضاربين ثاني قلب ارب انا ماني برايم النهائي ودي النهائي شوي برجع عنبه يلا اصبر اوريك
لا 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 انت تضرب قو. لا ما بضرب. مسبب نجاحات وطموح وانت يا الجمهور عز ومجد. شوي لا لا اطلع اطلع خلاص سلمت ابو هاجوز. اسف الله يعزكم ويرحم والديكم ولا خلا ولا عدم. اقسم بالله العلي العظيم انكم لا شوف شوف بيدك كذا. لا ما اعرف يا رجيل. ما ليش ما تعرف سوي كذا علمك عشان ثاني مره ما تعيدها. ساعدني كنا يتابع وسراج. لا 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 ابدا 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 البوي ايش اتسوى جرب ما اعرف سوي كذا. سوي خبره ما اعرف. سوي نفسك ما تعرف. سوي نفسك ما تعرف. الوعد اذا قالها الله الوعد عند المنصه التقينا انا وايل دونها انا قدام. مبروك قول الله بارك فيك. التقينا ولا وايل لنا اللي ما تبونا ناخذه باخذ الاول عينك تشوف. يلا لا تستاهل ربي. قول ان شاء الله ايش باذن الله يا ابو هاجوس. تستاهل لكن ما كل ما يقال يتحقق. لا يتحقق عندي يتحقق الاول. انا فانوس لاحلامكم اي شيء. الاحلامكم عندنا تحقيق تفهم ولا لا؟ تحقيق. الله يا سلام عليك الشاعر. شفت محمد العويسي والله اني ما تضحك عليك تدري ليه؟ خلنا نعود على ذا. متاثر باحمد الملا ما كثر قاعد يقول انت مدير تروح قاعد تقول عندي طمار. خلنا نكسر واخذ يا رجيل. بس عليه طال عمرك ولا تقرب. خلنا نكسر يا رجيل. لا اهدا اصبر اصبر يا رجيل. قبوا قبوا يا لا 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 اصبر 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 اصبر. حمود ابو هاجوس بطل شوي. خليك هادي. خلو 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 لا لا بسم الله يا زين ومرشم له. خلو خلو شوف حركه حركه اقلب زين ولا يتعني.